تخرجوا نهار 29 مارس 2011 نهار الرابع خلطنا عليهم في الانترنت، عندنا عليهم ما يثبت اولادنا الخلط 511 503 خلطوا لطاليا. اليوم من هذا ما سمعناش عليهم حتى شيء، الحكومه هي المتورطه فيه، طاليا وتونس، رئيس طاليا ورئيس تونس هما المتورطين في حكايه اولادنا، مخبينهم في السجون، بعثوهم للحبوسات ما نعرفوش عليهم واش عملوا بهم، هما خلطوا لاباس عليهم اولادنا، عنا عليهم ما يثبت 503. ثلاثه محامين اختبروا في ايطاليا قالوا لهم اولادكم خلطوا لاباس عليهم موجودين، الحكومه هي المتخلي على اولادنا، الحكومه تجرع الكراسي، ما حدشاش في اولادنا نحن. خليناها من التلفزه اللي الاولاد وصلوا وجاي الشيطان يهز فيهم، هذه خليناها من التلفزه نتاع تيفي ساين. بالنسبه ولدي ولا ولد جاري ولا ولد معناتها الكل، المهم اللي هما جاي الشيطان يهزهم ويقولوا هزينا لهم الحاجه معناتها للوزاره والكل، اللي الاولاد موجوده وسيكون سيت ما حبوش يسمعونا ما حبوش يعملونا حتى حاجه. ها هو نوري فيك فيه في التصويره. ما قلنا ما همش هما حتى ماش ما تفركسوش عليه، فركسوا عليه هزينه، يدور لي هزينه ما يعرفوا ينهزوا. وعامين نص كلمتني امراه قالت لي ولدك حي لبس عليه يرزق توا يجي نهار ولدك والطليان يعطي يكلمك. قلت لها شما قالت لي رجعت بشوك بالماء عالجوا فيها في السبيطار يخدموا فيها في الفلاحه في الطماطم وفي كل شيء. مدة حكاية خمسة ستة أيام سبعة أيام اتفاجأنا بال 57 اللي نجوا 57 نجوا و 79 مفقودين. علاش احنا 57 علاش ما نطلعوش منهم الحقيقه؟ وال 57 هذوما ناس قلال مساكين معناها فهمتي معناها يقول قايل معناها الزيبه تشدت والعلالش معناها فهمتي منعت ما يجيش الحديث هذا. ثم حاجات وقعت فهمتي معناها سكري ومواصينهم ال 57 قالوا لهم ما تقولوش وجحدوا وحاولنا نحل الاتصال بسبب بالاطراف هذوما اللي جو من واحد ما حبوش يعطونا حتى اي دليل وعنا اللي معناها فهمتي زاد كذلك فهمتي معناها ولا عنا تلاعب معناها فهمتي حتى فهمتي على يدي الحكومه فالحكومه مرتين فهمتي معناها نعطوا الاديان نعطوا التحليل الجيني نعطي دمي فهمتي معناها الله اعلم به ايش صار به الدم تاعي مرتين مره في باستور ومره في القرش فهمتي ونجيب مرتي على بعد 200 كيلومتر تو خمس سنوات وانا نقاسي فهمتي